تعالى أمطر الخير. الحمد لله ولك الشكر يا رب على النعمة ديالو الزوينة. حنا متفائلين خير والحمد لله بداية زوينة غادي نقضيوها مع المعلومة رفقة الدكتور لطفي صغاري. دكتور لطفي صغاري صباح الخير. صباح النور أخت سمية. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، كي دايره مع الامطار الخير؟ الحمد لله دكتور، بشاير خير بشاير رحمه، كل شيء فرحان الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله يا ربي تعم بالخير وبالهنا واكيد بالثمار ان شاء الله يا ربي الفلاحه اللي هما كانوا كينتظروها في هذه المرحله هذه. فعلى بركه الله غادي نتكلم على الخيرات الحمد لله، ياك اللي ربي تنعمنا بها، ودائما من الخيرات الطبيعه الحمد لله اللي موجوده واللي فيها منافع كثيره، ماشي فقط غير كماده ربما اللي كنسموا بها الاطباق ديالنا، ولكن كذلك حتى في الشق العلاجي كتعطينا منافع كتير كبيرة. فصراحة أنا كنحييك على اختياراتك المواضيع لأنه كتكون دائما صائبة، والحمد لله كنحاول نجاوب على عدد من تساؤلات ديال المستمعين. اليوم عندنا طلب دكتور، طلب بحكم أنه في الوقيتة ديال البرد كيكثر ربما شرب أتايك تدفي الدات، وتنستخدمه من خلالها تخليطة ديال أتاي عدد من الأعشاب اللي كتعطينا واحد المذاق واحد الدفى وكذلك واحد المناعة ضد إلا بغينا نقولوا من الفيروسات والأمراض. من هاد الأعشاب السلمية، السلمية للمذاق ديال زوين بزاف، وهي صديقة النساء بزاف ديال النساء، مهمة لهم السلمية. غادي نحاولوا نتكلموا على الخصائص ديالها، شكون اللي يقدر يستفد منها أكثر دكتور، واش غير النساء ولا محرم على الرجل أنه ياخذها، وأيضا علاش، وبطبيعة الحال شو الاستخدامات ديالها وعدد من المنافع ربما غادي تفيدنا كثير في هذا الموضوع. تفضل. انا صحيح الاخت سمية، الحاجه اللي بغيت نشرح بها قبل هي علاش خصنا لنا السلميه، هي ان البارح كنتقضى وقفت عند داك السيد اللي كيكون كيبيع داك الخليطه النباتات، كيبيع القزبر، التخليطه القزبر والكرافس والنعناع وهادي، وكلشي كيجي كيدير القزبر والكرافس والنعناع، والمسكينه واحد السلميه محطوطه بوحدها حتى واحد ما كيقيسها. قلت لي واش، قال لي راه كنجيب لنا غير شويه وما كتمشاش، وهذوك الناس اللي حدايا ولاو بدا نشرح لهم، قلت لهم شوفوا راه شنو كطرا غدا راه غنديروا عليها برنامج وغنديروا عليها حلقه في الراديو مع الاخت سميه باش عرفوا الفوائد ديالها، وبداو الناس يلاه كياخذوا هذاك الشيء. علاش اليوم السلميه كيعرفوها الناس، كيعرفوها المغاربه، ولكن الاستعمال ديالها ما كيتمش بديك الطريقه اللي خصنا نستعملوها، حتى الكميه سواء ما كنوصلوش لها، وحتى كاينين مجموعه الناس عاوتاني اللي كيتستهلكوها اكثر من القياس، خصنا نشرحوا لهم الاضرار اللي تقدر تكون طبعا هذا الاستهلاك اللي كيكون اكثر من القياس. الوغ السلميه كما كيعرفوا هي واحد النبات اللي قصير، دونك من العائله ديال النعناع، فيه واحد الوريقات عندهم واحد الشكل خاص، وفيهم واحد كما كنقولوا الوبر، واحد الزغيبات بويض الفوق هما اللي كيعطيوهم واحد الاحساس بحال رطبين، وكدير واحد باش الناس يوليو يعرفوها، كدير واحد الازهار حتى هي كيشبهوا الازهار ديال الخزامه، دونك اللون ديالهم اللي كيكون تقريبا بنفسجي، وكما كنديروا الاخت سميه في اي غذاء في اي عنصر غذائي كنبداو ديما بالقيمه الغذائيه. دونك هنا فين غيستغربوا مجموعه المستمعين ديالنا، حيت السلميه كتبان لنا بحال راه غير شي نبات اللي كنزيدوه باش ناخذوا شي شويه ديال المذاق، ولكن راه قيمته الغذائيه اليوم غيعرفوها انها هي قيمه غذائيه اللي فريمون مهمه. دونك اول حاجه كنبداو بها هي المكونات الغذائيه اللي فيها، وفيها عده مكونات غذائيه اللي كنسميهم زيوت الطياره، دونك كنقدروا نصوبوا منه زيوت اللي كتدخل في مجموعه العلاجات، واصلا مجموعه الادويه كيكون تصنعات بمستخلصات هذه السلميه. هذا كذلك فيها مجموعه ديال ما يسمى ليزاسيد اورغانيك او الاحماض العضويه، وكذلك في واحد الحمض اللي فاتين هضرنا عليه اللي هو حمض الروزماري هذيك، دونك هو جاي من الروزماري، هو اللي هضرنا عليه صحيح، دونك نفس المكون اللي كاين في الازير اللي كنا هضرنا عليه، وتا هو عنده تاثير على النفسيه، وتا هو كيرخي، وحتى هو كيعاون ليا باش نتخلص من ذاك القلق اللي كيكون مجموع عندنا. عاد زيد فيه بسكون ابيلي فيتو استروجين او لا الاستروجينات اللي هما عباره عن هرمونات نباتيه، وهنا غيكون عنده كما شارت لها الاخت سميه واحد التاثير ايجابي على تنظيم الهرمونات، صحيح. اصلا كل حاجه كنهضروا عليها كيكون عندها واحد الفائده وحده اللي كنزيدوا نسطروا عليها بالسيرو الاحمر، وهي اللي طالع عليها الفيلم، ياك الاخت سميه؟ هي البطل هي اللي طالع عليها الفيلم. دونك السلميه اكبر دور كتلعبه هو تنظيم الهرمونات، سواء عند الرجل سواء عند الانثى، وخصوصا عند المراه، كنعرفوا خصوصا عند المراه عندها مجموعه الهرمونات الجنسيه اللي تتداخل فيما بعضها باش انها تحسن لها من جوده الحياه ديالها. هذا من جهه، من جهه اخرى فيها كذلك فيتامينات الاخت سميه ومعادن، فيها فيتامين بي، فيها فيتامين ا، فيتامين سي بكميات اللي كيكونوا
نسبيا مهمه، كذلك فيها دهون والياف واملاح معدنيه اخرى. دونك هذه هي السلميه. دونك السلميه ماشي هي نبات اللي كنديروه باش نبدلو شي شويه المذاق اولا نبدلو شي شويه الرائحه. دونك هو عباره عن نبات خلق الله سبحانه وتعالى في الطبيعه باش ندخلو في النظام الغذائي ديالنا، يعني خصو يدخل في النظام الغذائي بواحد الكميات معينه باش نستافدوا من الخصائص ديالو، وخصوصا في الظرفيه اللي كنعيشوا هنا. علاش؟ حيت الظرفيه هذه يرافقها مجموعه الدراري. شوف غير وليداتكم دابا في الدار كلشي مروح، كلشي كيكحب، وهاد السلميه راه كتلعب دور كبير اننا تعاوننا في ذاك استعلاف هاد الكحبه. حيت اي نبات كنقولوا عطري طبي هو عباره عن نبات، في الاصل هو عباره عن نبات مضاد للالتهابات اللي تقدر تنجم ليا عند دخول مجموعه ديال الفيروسات والبكتيريات الاخرسوميه. يعني صراحه هي مفيده وطعمها لذيذ جدا في في في, في اتاي، وكثير ديال الناس ربما تعتمدوها في التخليطه ديال الاتاي اللي كيوجدوه، ولكن خصائصها العلاجيه صراحه نبغيو نعرفوا عليها اكثر ونتعمقوا عليها بعد ما تعرف على المكونات ديالها. دكتور شكون الناس اللي يستافدوا منها اكثر؟ شنو هي ربما الاعراض اللي تقدر تخفف علينا من غير نزلات البرد ومشاكل ديال الانفلونزا اللي دابا الموسم ديالها؟ الو نبداو بهذا الشيء اللي كاين دابا. كما شرتي للاخت سمية، هو المشاكل التنفسيه بشكل عام. دونك المشاكل اللي كتقيس ليها الرئه او المشاكل اللي كتقيس ليها لي فوا ريسبيراتوار، يعني الانف ايتترا، والاحتباس والاختناق ديال السوائل على مستوى الصدر وعلى مستوى الانف، خصوصا بالنسبه للدراري الصغار. دونك اول حاجه فاش كنهضروا على شي نبات طبي او عطري، من الافضل اننا كنهضروا عليه وكنتناولوه، يعني قبل ما نشدوه وناخذوه نستعملوا الزيت ديالو او نستعملوا مستخلصات ديالو، من الافضل انه نستعملوه بطريقته الخام. دونك شنو نقدروا نديروا؟ نقدروا نستعملوه كالغرغ غره. دابا حنا كنعرفوا فاش كيكون الحليق عندك مجروح كما كنقولوا، اش كنديروا شويه الحامض شويه العسل وكنخلطوه وكنغرغروا به شي شويه الحليق. نقدروا نديروا نفس الحاجه من مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع هاد السلميه هذه. شدوا السلميه واحد ثلاثه دوريقات او الا كانت مطحونه واحد شويه، وديما كنهضر بتحفظ على شي حاجه مطحونه، من الافضل ما تشريوهاش مطحونه، شريوها ونشفوها في الدار وطحنوها لراسكم او لا زرعوها في الدار باش تكونوا عارفين انها راه سلميه حقيقيه 100% وماشي مخلطه. دونك نشد شي شويه الماء اللي يكون دافي قريب لدرجه الغليان، ونحط في ذاك المعلقه صغيره، نخلطها مزيان، نقدر نزيد لها شي شويه ديال العسل باش نزيد ذاك الفوائد ديال العسل منه، حتى هو غني بمضادات الاكسده وغني بالاملاح المعدنيه وفيتامينات، ونشد ونغرغر به في ذاك الحلق وكاين باش ينقص ليا من ذاك الجروح اللي كيكون عندي والتقرحات. صحيح، وداك التقرحات اللي كتكون عندي على مستوى الحلق. دونك وكيخفف داك الالتهابات اللي عندنا في الجسم، وكيطرد ليا داك البلغم، داك الاحتقان ديال داك السوائل اللي كيكون عندي على مستوى الحلق. داكشي علاش كنقولوا راه فاش كينعس مثلا ولدي صغير ولا شي واحد في العائله مريض، كنقولوا راه الكحبه ديالو داك السعله ديالو اللي بالليل كتكون بحال طايبه، يعني بحال مخنوقه، وبالتالي هذا كيعاوننا انه نحن نقصوا من داك درجه الاحتقان الاخرسوميه ودرجه حتى الالتهابات اللي كيكونوا عندنا. وكما هضرنا على الحلق، كاين التهابات اخرى اللي كتقيس ليا الفم. حنا كيقول لك راه خرجت ليا السخانه فمي هما لي زافت. دونك كيعذبوا ليا الدراري الصغار مره فاش كيخرجوا لهم حدا شنيفاتهم من الداخل، وبواحد الصراحه راه كيعذبونا حتى حنا الاخت سميه. دونك راه الا جاتك صحيح، دونك الا جاتك في البلايص اللي ما بين حدا لسانك ما كتبقاش قاد حتى تهضر مزيان، وبالتالي السلميه راه كتلعب دور في تنظيف بعد الفم من الجراثيم والبكتيريا، خصوصا الناس اللي كيعكزوا والله يسمح لهم كيعكزوا يحكوا سنانهم بالليل. ضروري داك بعد داك الحكه السنان قبل ما تنعس خصها تكون. علاش؟ باش كطرد ليا داك البقايا ديال السكريات اللي كتقلصق ليا على مستوى الاسنان، اللي هي اللي كتجر ليا البكتيريا، وداك البكتيريا فاش كتناول داك السكر البكتيريا كتطلق ليا حمضيات او مواد حمضيه اللي كتطلع ليا من حمضيات الجسم، وكيبقى يتكال ليا داك اللثه ديالي، وكتكال ليا حتى داك الجدار اللي عطينا الله سبحانه وتعالى اللي مغطي ليا الفم ديالي من الداخل، وكيبداو يبانوا ليا دوك لي زافت او بحال التقطيعات اللي عندنا على مستوى داك الجدار الداخلي. دونك الميرامية او لا السلمية، حيت الميرامية في الدول العربية في الدول العربية كيسموها ميرامية، او لا السلمية كتلعب دور في تنقية الفم من داك الالتهابات، ولا نقات لي الفم والحلق اوتوماتيكمون راه كتنقي لي حتى الجهاز الهضمي الاخت سمية. دونك عندها دور منافع على الجهاز الهضمي. صحيح، بالنسبة للجهاز الهضمي. دونك بالنسبة للوليدات اللي كيكونوا او لا فاش كنقول وليدات راه كنهضر على اطفال من 6 سنين الفوق. دونك ديما هاد النباتات ما نحاولوش نعطيهم لوليداتنا بدون اختصاص بدون استشارة، سورتو فاش كنهضروا على رضيع مازال كيرضع ايتترا. دونك بالنسبة للوليدات اللي من 6 سنين، وحتى حنايا الا كان عندنا مشكل
عندها الفقدان الشهية، نقدر نبقى نشرب واحد الكاس بشكل يومي لواحد واحد المدة زمنية ديال واحد جوج أسابيع، غنلاحظ بالفرق أنه يقول لك يعطيني شي شوية الجوع، حيت كما كنقولوا كيعاون في الهضم، كيهضم بطريقة أسرع، دونك كيعاونني كذلك في انتفاخ البطن، فاش كيكون عندي غازات فاش كنقولوا غازات خصنا نعرفوا السبب ديالها، أولا إلا كنت غير تناولت شي غذاء اللي كيكون ثقيل وما مولفش ناكلو وكنحس بواحد التخمة وكرشي منفوخة بفعل واحد الغازات أوتوماتيكمون يقدر يعاونني. كذلك فاش كنقولوا كليت شي حاجه وضرتني، راه كتعرف الحاجه فاش كتاكلها كضرك، كيبدا واحد الحريق اللي كيكون امبو سبيسيال على مستوى المعده ماشي على مستوى المعي الدقيق، دونك هنا في هذه الحاله حتى هو كيلعب دور ديال مخفض للالتهابات، وفاش كنقولوا مخفض للالتهابات راه اوتوماتيكمون الاخت سميه راه مخفض او مسكن للالم. اي نبات طبي عطري غالب الاحيان كيكون مسكن للالم وكينقص ليا من داك المغص اللي كيكون عندي والالم اللي كتكون عندي بشكل عام الاخت سميه. يعني على ذكر المساكن للالم، الناس اللي عندهم الام ربما في المفاصل ممكن انها تفيدهم سلميه وتحديدا زيت السلميه، لانه كاين انا فاش كنقولوا زيت السلميه دونك فاش كنهضروا على الزيوت كنهضروا على حاله خاصه، دونك الزيوت ما كنتناولوهاش ديما كنقولها زيوت مستخلصه كنستخدموها بطريقه موضعيه. اي زيت عطري طبي غالبا كيكون فيه مكونات مضاده للالتهاب حيت فيه مضادات الاكسده، اي زيت خرجناه من هاد النباتات هادو كيكون لا دوز او لا التركيز ديال ديك المواد كيكون جد مرتفع، حيت راه غتعصر واحد الكميه كبيره ديال السلميه اللي غتعطي قريعه صغيره، دونك ديك القريعه صغيره اوتوماتيكمون ضروري ديما اش كنقولوا الفو فيغ لا ديلوسيون. شنو هي لا ديليسيون؟ بحال كدير شي تفاعل كيميائي تشدها داك الزويته وتخففها واحد شويه بزيت اخرى مثلا زيت الزيتون باش انها ما ديرش لك شي طفح جلدي، حيت خصوصا ان السلميه وستروا لي عليها الله يجازيكم بخير هو نبات علاجي طبي، ولكن فاش نهضروا بالدارجه هو مجهد يعني ما خصوش يدخل في نظام حرق وما يدخلش في نظام غذائي بشكل يومي لمده طويله علاش هو عنده اضرار. كذلك بالنسبه للزيت ديالو نقدروا نحطوها بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل على مستوى المفاصل حتى النقرس، الناس اللي عندهم التهابات على مستوى النقرس، ولكن نقرس باش تحيدوا ديك الالتهابات خص النظام الغذائي يتقاد، خص تاخذ الادويه ديالك وتتبع النظام الغذائي باش ينقص لك ذاك المسببات ديال الالم، ولكن كمسكن في واحد الحاله حاله خاصه لواحد النهار ناض عليك ذاك الحريق اوتوماتيكمون زيت السلميه كيلعب دور كبير الاخت سميه. طيب شكرا دكتور. على ذكر مجهد، هل الناس مثلا اللي عندهم ارتفاع الضغط يقدروا يشربوا مثلا من السلميه دكتور ولا ممنوع عليهم؟ بشكل عام الاخت سميه دونك ما كاين حتى شي حاجه غتمنع ان الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط انهم ما يتناولوهش، دونك اصلا السلميه ما كنتناولوهاش بديك الكميه الكبيره اللي غتقدر تاثر، حتى فاش غنهضروا على الاضرار ديالها غنهضروا بتحفظ حيت ما كنتناولوهاش اصلا بديك الكميه الكبيره اللي غنوصلوا الاضرار ديالها. فوسط براد كبير اللي كيكون فوسط براد كبير كيتفرق على اربعه الناس ولا خمسه الناس، دونك الا وصلك واحد شويه ديال النسمه راه ما فيها باس. هنا كنهضروا على الفوائد العلاجيه، يعني في هذه الحاله غتمشي تاخذ ورقه ديال السلميه وغديرهم في كاسك بوحدك وغتشربهم للاستفاده من الفوائد العلاجيه ديالو. دونك هنا في هذه الحاله ما خصناش نشربوه بطريقه يوميه خصوصا في شكله الخام، يعني ما يكونش مخلط مع اتاي ولا شي حاجه اللي غتكون نقصات من التركيز ديالو. الوغ هو مخفض للضغط الشرياني الاخت سميه، دونك هو مخفض للضغط الشرياني وزيد عليها انه تا كما كنقولوا كيروح على النفسيه، دونك حتى هو كينقص من داك القلق وكينقص من داك التعب. فاش كنقولوا القلق وكتحس بشي واحد مضغوط اوتوماتيكمون راه حتى هادشي كيلعب دور كبير على افراز واحد الهرمونات اللي كيطلعوا لي من نسبه ديال الضغط الشرياني، هو كيلعب على هذا الدور هذا باش يهبط لي داك الضغط وبالتالي كيهبط لي داك الاحتقان على مستوى العروق الدمويه وكينقص لي من داك الضغط على مستوى العروق، وبالتالي كيعطيك واحد الاحساس بالراحه. الناس اللي ما خصهمش ياخذوه نورمالمون هما الناس اللي كيكونوا اصلا كيعانيوا من مشاكل مثلا الارق الانسومنيو ما كيقدروش ينعسوا وكياخذوا مثلا ادويه ديال الناس او لا كياخذوا مسكنات مثلا مهدئات خصوصا الناس اللي كيعانيوا امراض نفسيه، علاش؟ حيت عنده تاثير كيشبه تقريبا لهذه المهدئات وبالتالي غيزيد بحال قلتي غيزيد تاثير بحال قلتي داك التاثير ديك الادويه غيولي مضوبل جوج مرات وبالتالي قد الله يستر زعما يعييه اكثر، وخصوصا الناس اللي كيكونوا مثلا كيصوقوا ولا شي حاجه كيبقى انه خطر عليهم انهم يصوقوا ما واخدين هذه الادويه هذه كتخلي مرخي وده وقت طويل. طيب صحيح نتكلموا على شق قلنا انه يا صديق الهرمونات ياك دكتور، واكيد غادي نتكلموا على المراه بين قوسين لانه هي المفروض عليها خاصها تستهلك السلميه كثير فترات حياتها خصوصا اثناء فتره الدوره الشهريه او بعد انعدام الدوره الشهريه تتعاون شويه. ايضا بين قوسين نتكلموا على فتره الحمل، هل منصوح انه المراه الحامل تقدر تشرب شويه ديال السلميه ولا ممنوع عليها؟
الوغ نهضروا على المرأة الحامل عاد نرجعوا على الحالة الطبيعية. الوغ المرأة الحامل بتحفظ ديما كنهضروا بتحفظ خصوصا في ثلاثة أشهر الأولى، ودرنا حلقة على ثلاثة أشهر الأولى قلنا هي لا بيريود لا بلو كريتيك، هي القضية اللي في كتكون شوية صعيبة وخص المرأة ترد البال راسها. الوغ مجموعة النباتات الطبية اللي هضرنا عليها من الأفضل أن المرأة الحامل ما تناولهاش خصوصا في ثلاثة أشهر الأولى، حيت فاش كنهضروا ثلاثة أشهر الأولى كيكون الحمل يلاه كيتصوب، الجنين يلاه في المراحل الأولى ديالو ديال التكوين، وبالتالي مجموعة النباتات كيكون فيهم واحد المجموعة ديال المواد كيميائية بحال التوجول اللي كاينه هنا في السالمية، واحد المادة كيميائية اللي هي مادة طبيعية بيان سور، ولكن كتمشي كدير ليها تقلصات على مستوى الرحم، وهاد المواد كاينين حتى في تقريبا جميع النباتات العلاجية الطبية، حتى أزير فيه، وحتى هضرنا حتى على اللويزة غنهضروا عليها مرة واحدة أخرى، حيت مع عائلة واحدة إلا جينا نقولوا عائلة واحدة صحيح، وكدير ليها تقلصات الرحم الأختصومية، وحنا في ذاك الثلاث شهور الأولى ما خص الرحم يتقلص، علاش؟ حيت الله يسرق غادي يدير ليها ما يسمى لو ديكولمون بلاسونتيغ، شنو ديكولمون؟ ديك المشيمة ما كتلصقش مزيان، كتقلع على من الجدار ديال الرحم، والله يسر تما تقدرها إجهاض، داكشي علاش هاد المرمية أو هاد السالمية من الأفضل أن في ذاك ثلاثة أشهر الأولى المرأة تحاول تبعد منها، وإلا قدرت تبعد منها في الطول على فترة الحمل راه غتكون أحسن، وتنظم الأغذية ديالها، وعطينا مجموعة الاختيارات الغذائية اللي تقدر تعاونها أنها تقاد ليها الحمل ديالها، وزعما الحمل ديالها يكون صحي. نرجعوا للحالة العادية، هو أنه عنده تأثير كبير وإيجابي بالنسبة لمشاكل الدورة الشهرية، يعني انقطاع الطمث فاش كتحبس لك الدورة الشهرية، أولا كتكون غير منتظمة، أولا في المرحلة ديال السن نسميوه سن الأمل ولا سن النضج، السن الذهبي اللي كنهضروا السن الذهبي ولا سن الامل، دونك هنا كيكونوا عندنا تما من الاعراض ديال هذا الانقطاع ديال الدوره الشهريه كيكونوا دي سكون ابي لي بوفي دو شالور، داك السخونيه اللي كتبقى تخرج من الجسم واللي فريمون كتاثر نفسيا باردون كتاثر نفسيا على المراه وكتبرزت ليها نعاسها ايتترا، دونك السالميه اوتوماتيكمون طونك فيها مجموعه من الهرمونات النباتيه لي فيتوستروجين كيعاونها في تنظيم داك الهرمونات على مستوى الجسم، وبالتالي كينقص لها من الحده داك الانتقال من داك كان كيجيوها كتجي هاد الدوره الشهريه لمرحله اخرى اللي ما كتجيهاش الدوره الشهريه وكتخفف منها وكتعاونها في جوده الحياه، هذا من جهه. من جهه ثانيه الاختصوميه هي انها كما هضرنا على السالميه انها مضاد للالتهاب، يعني فيها مركبات كيميائيه اللي كتمشي كتقتلنا الجراثيم، دونك نقدروا نستعملوا هاد السالميه هذه او منقوع السالميه ماشي غير نشربوه، ولكن المراه تقد انها تستعملوا كغسول مهبلي صح. دونك في الحاله الله يعطيك الصحه، داكشي علاش في الحمام المراه خاصها ترد البال بشكل كبير فاش كتشي الحمام، كنهضر على الحمام العمومي صحيح. من الافضل انها ما تجلسش في الارض تيتا باسكو كيكونوا جراثيم وكيكونوا بكتيريا اللي كتكون نافعه لواحد اخر او لا ما كتاثرش عليه المراه اخرى، ولكن بالنسبه للمراه اخرى كدير لها ديزانفيكسيون كدير لها التهابات اللي كتكون غالبا خطيره، دونك وخا ما يكونش عندي التهاب اختصومي او بدايه التهاب كيكون واحد الافرازات لي بيرت كيكونوا داك الافرازات البيضاء المهبليه، اوتوماتيكمون نقدروا نشدروا واحد نص سيترو ديال الماء ونديروا فيه واحد اربعه ولا خمسه ديال الوريقات حتى سته ديال الوريقات ديال السالميه ونخليوه يطبخ شي شويه تيطلق نصفيوه ونقدروا نستعملوه كغسول، وهذا الغسول ما يصلحش اختصومي غير بالنسبه للافرازات او للمشاكل المهبليه، يقدر يصلح حتى للناس اللي كيعانيوا من 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 البواسير دونك لي زيمغويد، دونك حتى هو حيت الالتهابات هذوك كيكونوا وداك الالتهابات هما اللي كيمشيو كيقيسوا لي واحد المستقبلات عصبيه، دونك عندنا تما باش كنحسوا وكيصيفطها لك، دونك هو الالم اللي غتحس به وداك لو ماليز اللي كتبقى تحس به نهار كامل ما كتقدرش تجلس ايتترا، دونك هو نقدروا نستعملوه كغسول لداك المنطقه ديال المخرج اوتوماتيكمون باش ينقص لي من داك الاحتقال اللي كيكون وداك الالم اللي كيكون وداك الالم حيت مسكين للالم بطريقه طبيعيه. الفتيات ممكن المراهقات دكتور ماشي فقط غير السيده المتزوجه ولا في واحد السن معين، ممكن حتى الفتيات يعتمدوا ماشي مشكل صحيح نعم، وخصوصا في المرحله الاولى حنا كنعرفوا ان مجموعه هاد الفتيات داكشي علاش خص يكون بيناتنا مع وليداتنا واحد لا ديسكوسيون، يكون عندنا واحد كنتكلموا في هادشي، يكون عندنا حوار، دونك نسول الى جاها كيكون اول مره جات الدوره الشهريه خصني نعاود نسول فوقاش واش جات واش مازال فوقاش جات ونقيد، حيت كيكونوا مازال صغيورات مازال ما فاهمينش، دونك خصني نقيد باش نعرف واش كاين هناك تنظيم ديال الدوره الشهريه ولا لا، ولا ما كانش عندي تنظيم نقدر نعاون حتى هي بنفس الطريقه ديال السالميه كتعاون لي انها تقاد لي من داك الهرمونات، ولكن الفطريات اللي كتكون عند الفتيات كتزعج الامهات بزاف وكتخوف كثير واش نشري غسول من عند الصيدلي واش شنو ندير، فيمكن هذا طبيعي ما غاديش يضرها بزاف ياك صحيح، دونك تقدر تستعملو بدون حتى مشكل، ولكن خصنا نكونوا عارفين السبب الرئيسي منين جاو دوك الفطريات، وداك الفطريات ما خصناش نهملوهم، دونك الا كانت حكه على مستوى المنطقه المهبليه الا كانت حكه وكاينه داك الحكه اوتوماتيكمون راه عندنا فطريات تما عندنا اون انفيكسيون خصنا ضروري نمشيو نشوفوا الطبيب، ولكن لو
طون الوقت اللي نوصلوا للطبيب اوتوماتيكمون نقدروا نستعملوا هذا المنقوع ديال السلميه كغسول نساعدوا به. طيب نتكلموا على السلميه لانه كنشوفوها باوجه مختلفه، وريقات طبيعيه وريقات مجففه، مدقوق ومسحوق، كنلقاو زيت عطري، يعني استخداماته كثيره ومتعدده. فحتى في الشق الجمالي كيعتمدوا النساء كثير للشعر للجسم للنضاره الى غير ذلك. هل فعلا عندها خصائص كتقدر تعاوننا في الجمال دكتور؟ الوغ صحيح الوغ سمية، دونك في مجموعة ديال المستحضرات ديال الجميل غتلقى مجموعة ديال المكونات اللي هضرنا عليهم اللي هما مكونات مستخرجة من هذه السلمية هذه. دونك فاش كنقولوا زيوت طبيعية أولا مواد كيميائية اللي غتخرج أولا واش نصور نعتمدوا عليها بطريقة طبيعية أولا مجففة أولا مطحونة، كيبقى الهدف واحد هو نستافدوا من الخصائص الغذائيه ديالو، هو نستافدوا من داك التاثير الايجابي على الجسم. فاش كنقولوا تاثير ايجابي الا استعملناه بطريقه موضعيه على شكل ماسك، نقدر نشري وريقات الاخت سميه ونشفهم من راسي ونطحنهم، ديما انا كنسطر على نشريهم من راسي ونطحنهم اوتوماتيكمون باش نتاكد من الجوده ديالهم، نقد هذاك السلميه اوتوماتيكمون نقد نزيد لها غير شي شويه ديال الماء غتولي بحال تقريبا حنا، ونقد نحطها فوق الشعر ديالي، عندها واحد التاثير زوين خصوصا انها كتعطينا واحد الصباغه طبيعيه، وبالتالي داك الزغيبات اللي كيكونوا بيضين الشيب اوتوماتيكمون كيتغطاو وكيتلونوا بحال الشيب تيقولوا، يعني الا استعملتها مع الوقت ما كيبقاش ينوض بزاف. صحيح، ولكن خصها استمرار الاخت ديما خصها المداومه، دونك ماشي غديرها المره ولا المره الثانيه. دونك حتى بالنسبه باش نستافدوا من داك الصبغه الطبيعيه ديالها خصني نحطها فوق راسي واحد جوج ثلاثه اربعه المرات، غنبدا نلاحظ الفرق كبير، كينعش لي حتى البصيلات ديال فروه الراس، حيت مضاد للالتهاب، وحنا عاد شرحناها البارح في الحلقه البارح ان كيكون عندي التهابات على مستوى البصيلات اللي كتعطينا النمو ديال داك الزغيبات اللي كاينين، وبالتالي نقدروا نستافدوا منها. غير كما كنقول الاخت سميه خصنا نرجعوا شي شويه للماضي، يقول لك خصنا نرجعوا شي شويه للماضي، باسكو شحال هذه كنتي كتدخل كل دار مغربيه، كل اسره مغربيه كتلقى عندهم واحد المحبقات وعامرين بمجموعه ديال النباتات الطبيه، الاعشاب العطريه بصح العطريه، كتلقى شي شويه الازير، النعناع، السلميه، هادو كانوا كاملين ريحه ومنفعه بجوج. صحيح، وهذا الشيء راه ما كيحتاجش انا خص تكون عندي فيلا وندير جرده كبيره، هذا الشيء راه يكون عندك غير بالكون صغير، غير واحد الجزء صغير في السطح ديالك، تشد واحد لي بو صغيرين وغتشري داك الشيء وتزرع. اللي زوين في هذا الشيء كامل هو غتاكد ان داك الشيء اللي كتاكل هو سلميه 100%. ثاني حاجه هو ان غتعرف انها ما فيها لا مضافات كيميائيه لا والو، دونك وبالتالي غتكون اصلا فاش تبغي تناولها غتبقى ديما تناولها بطريقتها الطبيعيه الخام، ما غتسيناش تتجفف وما غتسيناش تمشي نشدها ونطحنها ايتيتا وتاكد منها. دونك بشكل عام الاخت سميه دونك من الافضل اننا نرجعوا شي شويه بحال بهذا الشيء اللي كنقدروا نزرعوه في الدار نزرعوه في الدار. كتبقى دائمه الخضره طول السنه دكتور ولا عندها وقت معين لزراعتها؟ مادمتي تكلمتي على الزراعه. ألوغ بشكل عام كتبقى تقريبا على طول العام، دونك هي بحال قلتي شجرات صغيرين دائمة الخضرة، بيان سور مع عوامل المناخية راه كتبدل، تقدر تبدل شي شوية ولا المردود زعما يتبدل حتى هي، ولكن بشكل عام إلا زرعناها في الدار وحطيناها في واحد المكان اللي كيكون مهوي كتقيسوا شوية مرة شميشة أوتوماتيكمون راه كتنبت غابيدمون، يعني ما كتعطلش، وبالتالي كتعطينا كمية اللي كتكون فغيمون كمية مهمة، حيت حنا كما كنقولوا الحاجة اللي بغيتها ثاني نسطر عليها هي هضرنا على الفوائد كاملة، ولكن راه فيها أضرار الأخت سمية، داكشي علاش الإكثار منها ما خصناش نكثروا منها بشكل كبير، حيت كما كنا كل حاجة فتنا القياس ديالها أوتوماتيكمون كترجع علينا بالضرر، وما بين الأضرار هي أنني اللي كثرت منها وشربتها يوميا بطريقه خام، يعني نشدها ونصوب بها منقوع ونشرب به، دونك الا خفت منها نقدر نشربها مره مثلا ولا جوج مرات في الاسبوع، ولكن الا كنت مريض وفيا استعلى وفيا الحلق كيضرني نقدر غير نغرغر بها كما كنقولوا، يعني نشدها ونصوبها في الماء ونبقى نغرغر بها ونحيد ذاك الماء باش ما نكبرش من ذاك التركيز ديال المواد اللي هنا اللي يقدروا يديروا لنا مشاكل صحيه من بعد. واصلا غتحس بها الا كثرتي منها غادي تحس بشي شويه ديال راسك كيبدا يضرك، شويه ديال الدوخه دونك بشكل عام، وتقدر دير لك تهيج على مستوى المعده، يعني المعده ديالك كتحس بها تقريبا واحد التقرحات واحد شويه الحرقه كتبقى تطلع. عاد زيد عليها كما هضرنا على المراه الحامل بشكل عام خصها تبعد منها، دونك حيت المراه الحامل قلنا تقدر يطرى لها تقلصات على مستوى الرحم، دونك وبشكل عام عاوتاني عندها واحد التاثير اللي كيكون نسبيا ايجابي على مرضى السكري، كيخفض لهم نسبه السكر في الدم، داكشي علاش خصهم ما يتناولهاش بكميه كبيره، حيت انا كنعرف انا مرضى السكري كاين فيهم اللي كيعيا بقوه الدواء ثلاثه المرات في النهار ولا الانسولين ثلاثه المرات في النهار، كيبقى يقلب على حلول طبيعيه ظنا منه انه غيعوض ذاك الانسولين او ذاك الدواء، وكيمشي وكيبقى ياكلها كيتناولها بطريقه
كبيره او لا بطريقه مستمره، دونك هنا تطيح ليه السكر اكثر من القياس، خصوصا الا كان كيتناول الادويه ديالو ديما قبل ما ندخل شي حاجه ضروري نستشر مع الطبيب ديالي. وديما يولي الانسان خصوصا مرضى السكري يولي عنده داك اللي كنسموها لاباراي اللي عنده في الدار، يعبر ديما فوالا. دونك ديما يعبر، وفاش مثلا جرب هاد كما كنقولوا جرب السلميه، يجلس واحد الساعه ولا ساعه ونص ويعبر ويشوف التاثير ديالها مربى. الا كانت كطيح له السكر بزاف يفهم انها راه كتاثر عليه، ينقص من التركيز ديالها ويبقى غادي كما كنقولوا عينو ميزانو. وهذا الشيء كله يقيدوا باش نهار كيمشي عند الطبيب كيدي معاه معلومات اللي كتعاون الطبيب انه يشخص الحاله ديالو. حنا تنقولوا ديما الاعشاب الطبيه العطريه هي مفيده جدا لصحتنا وتعزيز مناعتنا، ولكن دابا ناخذوها بالعقل ماشي عاوتاني بالافراط، لانه كنزيدوا نضروا يمكن اهم عضو اللي هو الكلي والكبد، لانه كل تصفيه تتكون على هذ العضوين، فبالتالي ياك دكتور صحيح. خليهم مسكن في افتقار. نتكلموا بين قوسين باش نختموا، السلميه والرجل هل هي صديقه للرجل ولا يعطيها افتقار وياخذها بتحفظ، خصوصا لما تكلمنا انه كتعاون في السأله المضمضه اذا كان عنده التهابات او بعض التقرحات، واش يقدر يعتمد عليها دكتور ويعاون بها ولا يبعد عليها؟ راه بشكل عام الرجل كيعاني من مجموعه المشاكل تاعو، دونك كاين سرطان اللي كيقيس الرجال بزاف، حنا كنعرفوا هو سرطان البروستات. الوغ فهاد سرطان البروستات في خلال العلاج كيكون تاهو كيطراو ليه ما يسمى هبات ساخنه، دونك كيطراو ليه داك لي بوفي تشالور كيخرجوا منه تاهو داك بحال قلتي سخونيه كتخرج ليه من الجسم ديالو، تاهي كديروجي نفسها اللي كتكون في سن الامل. دونك وبالتالي تاهي تقد تفيد في هذه المرحله هذه بالنسبه للناس اللي كيكونوا في اطار العلاج ديال البروستات. علاش؟ حيت غنيه اصلا مضادات الاكسده غتعاونوا في العلاج وتعاونوا انه في كبح ديك الخلايا السرطانيه، هذا من جهه. هي فاش كنهضروا على التاثير ديالها على ما هو جنسي، اصلا ما كنظنش ان الراجل غيتناولها بداك الكميه الكبيره لانها غتاثر عليه جنسيا، حيت فاش كنقولوا الا كانت اغذيه متوازنه وكيتناول سكون لي زاليمو افخوديزياك او الاغذيه اللي كتكون محفزه للرغبه الجنسيه، مثلا منشطه اغذيه اللي كتكون طبيعيه، دونك فاش كنهضروا على المكسرات والاسماك ايتترا والاغذيه البروتينيه راهي عباره عن اغذيه اللي محفزه للرغبه الجنسيه، اوتوماتيكمون السلميه بوحدها ما غتاثرش عليه. ولكن كما كنقولوا ديما ما خصهاش ضروري يتناولها بشكل كبير، خصوصا الا كان كيعاني من امراض مزمنه كما هضرنا على المشاكل ديال القلب والشرايين خصوصا مرض السكري. ولكن واش كاين شي تاثير ديريكت على لا سيكسواليتي يعني على الحياه الجنسيه للرجل؟ ما غيحش بها من غير الا كثر بشكل عام، حيت داك الاستروجينات اللي فيها ولا لي فيتوستروجين اللي هما هرمونات نباتيه اوتوماتيكمون تقدر لي شويه الخلل بارابور الهرمون الجنسي الذكري اللي هو التستوستيرون. يعني كتنسيمها كف بردتها ما فيها باس، يعني يقدر يشر مع العائله. طيب دكتور شكرا جزيلا على موضوع حلقنا ديال اليوم، دائما كتزودنا بعداد من النصائح والمعلومات اللي كنتمنى انه الاسر المغربيه تكون كتستفد منها، وحتى الانسان ذكره ياك دائما ذكرى تنفع المؤمنين. نلتقي صحيح. على خير ان شاء الله غدا في حلقه جديده ياك دكتور في نفس المواعيد ان شاء الله، وانا كنتمنى لك بقيه يوم طيب وممتع ان شاء الله بالتوفيق في العمل ديالك اكيد، وحنا غادي